نجلس بعالم لا نعلم ما فيه. هل حقا تساءلت يوما عن كائنات غيرنا كانت تعيش على هذه الأرض ولم نسمع عنها؟ في هذا الفيديو سيتم إخبارك بقوم كانوا يعيشون قبلنا وقبل الجن، لكن لا نعلم إن كان حقيقي أم كذب، ولن نستطيع سوى قول الله أعلم. أهلا ومرحبا بكم في قناة ما لا تعلمون. الحن والبن والسن والخن هم خلق خلقوا قبل الجن والإنس واستوطنوا الأرض فقتلوا بعضهم بعضا، فأرسل الجن عليهم فقتلوهم ومزقوهم. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية صفحة 50 قال كثيرا من علماء التفسير خلقت الجن قبل آدم عليه السلام، وكان في الأرض قبلهم الحن والبن، فسلط الله الجن عليهم فقتلوهم وأجلوهم عنها وأبادوهم منها وسكنوا بعدهم. هذا يعني أن هناك أقواما سكنت الأرض قبل الجن. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل هذا يعني أن هذه الأقوام ليس لهم دين وليسوا مكلفين بالعبادة، أم لأنهم انقرضوا قبل خلق آدم وقبل نزول القرآن واختص الله بعبادة الجن والإنس له؟ كما قال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ولكن يبقى في أذهاننا سؤالا يتردد، هل يوجد لهم دليل مادي؟ نعم هناك دليل مادي، وهي العظام التي اكتشفها العلماء عام 94 في أثيوبيا تعود إلى 4,400,000 عام. هل هي هياكل عظمية للحن والبن؟ طبعا هذا الاكتشاف أسقط نظرية المخرف والملحد داروين عن نظرية التطور، وإذا كانت هذه العظام التي اكتشفت عام 94 هي عظام الحن والبن فهذا يعني أنهم مخلوقات قريبة للبشر من حيث الخلق، وإن لهم دماء، وإن الله أمر الجن بقتلهم وأبادتهم لأن الجن أقوى منهم من حيث الخلق ولهم قدرات أكبر منهم كالتخفي والطيران والغوص. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية الكريمة تبين لنا أن هناك مخلوقات قبل آدم سفكت الدماء. كثير من العلماء ذكروا أن من سفك الدماء هم الجن، ولكن هل للجن دماء؟ هناك مخلوقات قبل الإنسان ب4,400,000 سنة، علما أن جميع العلماء وفي كل الديانات ذكروا أن عمر الإنسان على الأرض هو 7,000 سنة، وبعضهم قال 10,000 سنة، والبعض الآخر قال 70,000 سنة، وهو أقصى حد تم ذكره، بينما العظام المكتشفة تاريخها يعود إلى 4,400,000 عام. لاحظ مدى الفرق الطويل بين بداية الإنسان وهذه المخلوقات المكتشفة. اختلفت العلماء والكثير في هذا الموضوع، ولكن يبقى العلم عند الله وحده. لكن في رأيي الشخصي أنا أنحاز إلى الآراء التي تؤيد عدم وجودهم وعدم صحة هذا الكلام، والله أعلم. لكن نحب أن نقرأ تعليقك، فإن كنت تؤمن بكائنات الحن والبن أو لا تؤمن.